شكرا سيادة الرئيس. حقيقة يعني أنا ليا تعليق عام على اللي قيل النهاردة، واسمحوا لي نقف قدام ثوابت الدولة المصرية. مصر اختارت إنها تكون دولة قوية متقدمة، ده اختيار حتمي كلنا اتفقنا عليه. قوام هذا الاتفاق خلانا نفكر ونفذنا بالفعل 15,000 مشروع في الزراعة والصناعة والصرف الصحي والنواحي العمرانية والمدن والمواني والمطارات لازم نقترض، ما عندناش إمكانيات. الاقتراض اللي تم إلى يومنا هذا لو فكرنا النهاردة نقترضه هيكلف أكثر من كده بكتير. والمشروعات اللي تمت اللي بيستفيد بيها كل مواطن في بيته او في مزرعه او في مصنعه او في طريقه لو فكرنا نعمله النهارده هيكلف اضعافه. سيادة الرئيس، احنا في الاقلاع، مصر اقلعت قدام الناس كله وبقينا النهارده في الافاق وحققت معجزه حقيقيه. لازم احنا نقتنع بده، لان قوام التكمله للوصول الى هذا الغرض هو الاقناع والاصرار على الوصول لتحقيق هذا الغرض. انا سعيد جدا بكل المقابلات اللي قابلها بره على الانطباع عن مصر وعن اللي بيحصل في مصر وعن تقييم الاجانب لينا اللي حصل ايه. احنا بنقود مسيره قويه جدا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا فيها تحت قياده القائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي. اما عن موضوع القرض يا فندم، احنا النهارده القرض ده بيفكرني بموضوع في منتهى الخطوره والاهميه، وهو ما يتعلق بسعر الفايده وتقويم سعر الفايده امام سعر الصرف والموضوعات الحيويه العالميه اللي بنعيشها. انا اول سؤال النهارده في تقييم اسعار الفايده، وخصوصا القرض ده بيديني اوبشن ان تبقى متغير او ثابت او جزء منها متغير او ثابت، لازم جميع القروض السابقه وجميع القروض دي يعاد تقييم سعر فيها، هل نثبته فورا ولا لا؟ لانه موجه التضخم العالميه هتكلم العالم كله. اما ما يتعلق بامكانياتنا الفتره اللي جايه للمزيد من القروض، انا مش خايف من القروض، انا زي ما بتفق مع حضراتكم جميعا ان القروض دي رايحه فين، ويجب ان يكون زي ما قال الاخ هنا البريك ايفن بتاع كل قرض امتى؟ هيوصلنا امتى عشان نقدر نسدده؟ طبعا في موضوعات حيويه كثيره سياده الرئيس، يا ريت اللجان المتخصصه بتاعتنا تبدا تتكلم فيها، هي موضوعات الساعه، الاثار العالميه والتقلبات العالميه اثرها ايه؟ اسعار سعر الصرف العالميه اللي هنتصرف فيها ازاي؟ المشاكل الاقتصاديه والسياسه الاقتصاديه المصريه هنتحرك فيها ازاي؟